keep on falling into pieces every day. You don't need me in the way that I need you. Hey guys, qu'est-ce que c'est que nous? Bienvenue sur ma chaîne de la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau haul. La vidéo de aujourd'hui, je vais vous donner un haul. Ou moi, je vais vous donner comme les hauls. فهاد البلاصه بحال هكا لا فيديو غادي ندير لكم اول ديال بزاف ديال لي مارك شنو خديت من بزاف ديال لي مارك تو اول مارك غادي نبداو بها ولي غنوريكم شنو خديت من عندهم وهما يونز فوالا جايز لي زارتيكل اللي خديت من يونز ما كاينينش في الساشي ديالهم لحقاش هاد الشيء كان وصلني شحال هادي وكانوا عندي لي زيكزاما ما كنتش كنصور لكم شي عجبني لكم هادشي ماشي في المياكي ديالو لحقاش كان مطوي اول حاجه غادي نبداو بها وهي واحد توب نواغ اللي اتكونوا ديجا شفتوني لابسه في انستغرام ماشي تصورت به ولكن غير في لي ستوري وكنتو سولتوني عليه انا نوريه لكم فوالا جايز توب كيفاش داير هو كيجي بحال هكا مقبوط من الفوق وفيه واحد اللعيبه نازله من التحت بحال هكا نخلي لكم التصويره ديال المانكا هنا لابساه وليجين ديالهم كتقدروا تلبسوه بحال هكذا اولا كتقدروا طيحوا على كتافكم وتلبسوه التوب ديالو جايز بارد بزاف هذا ديال الصيف سو كيجي طيح من الكتاف كتقدروا تطلعوا ليه هاد اللعيبه بحال هكذا وتلبسوه هكا طلعوا حتى هذه هنا اي كتقدروا تخليوها طايحه انا كيعجبني نخليها طايحه اكثر بحال هكذا لحقاش ما عرفتش كتجيني كيوت بحال هكذا اكثر دابا غادي ندوزو لتاني حاجه خديتها من يونز وهي واحد توب حتى هو في النواغ معرفتش شنو جاني على لي توب نواغ ولكن عجبوني بزاف لي توب اللي عندهم في يونز وديجا نواغ كنقدر نلبسو مع اي حاجه بغيت كنقدر نستايليه مع اي حاجه اللي بغيت كنقدر بحال كنكون خارجه في الصيف وما عارفه شنو نلبس اكزاكتومون كنقدر نلبس توب نواغ كيف ما بغى يكون ولبس معاه جينز وسنيكرز في البيض وكتجي لبسه زوينه دونك هادشي عجبتني نكثر من لي توب نواغ من بعد خديت هاد توب اللي داير بحال جامب سوت هو فيه هاد اللعيبه كتخشى من تحت في السروال اكثر حاجه كتعجبني في هاد لو جونغ دي توب اللي كيكونوا كيتقبطوا من التحت كأنه ما كيبقاوش كل مره يطلعوا عليا من فوق من السروال ما كنبقاش كل مره مضربه وخصني ندير صمطه باش تشد داك لو توب كيكونوا ديجا مقبوطين كنقدر نلبس السروال بلا صمطه وكنتهنى فريمون ما غاديش يبان لكم دابا مزيان حتى نقيتو لكم ولكن هو من الفوق شبكه كاملو وايدي كيجو طوال فريمون كيجي من التحت مقبوط سو انا غادي نلبسو ونوريكم كيفاش كيجي في اللبسه سو فوالا جايز توب كيفاش كيجي من الفوق كيف ما شفتو في التصويره كيف ما جاني ولكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في هاد التوب سي كو انا غادي نوريكم الحاجه اللي ما عجبتنيش في هاد التوب سي كو هادي واحد شويه نازله كيخص كل مره تبقاي تقادي فيها من الفوق وتبقاي تطلعي فيها حتى في اللبسه ديالو كيجي زوين وكيجو فيها الديتيلز بحال هكا من الفوق كيجي مختلف بعد على لي توب الاخرين وايديه كيجو بحال هكذا طوال الشكل ديالو كوم ان توب كيجي زوين بزاف ومبدل هو فريمون تقدروا تلبسوه غير مع شي سروال بحال هكذا سامبل جين عادي ويخلي لكم اللبسه تبان زوينه اكثر ثاني حاجه خديتها من هذا لو سيت وهو سكيرت واحد سكيرت لحقاش انا ما عنديش اكسيوات بحال قصيورين دونك قلت ضروري خاصني وحده وخديت هذه في هذا الشكل كنت بغيت صراحه وحده ديال الكوير وديك الوحده ديال الكوير ما لقيتهاش دونك قلت حتى الجينز مزيان فوالا خديت هاد السكيرت هادي كتجي واحد شويه قصيره وكتجي فيها واحد الفتحه بحال هكذا من الجهه ديال الفخار كتجي طايوت واحد شويه ومن اللور فيها صديفه وفيها سنيسله بحال هكذا كتعقد جاتني واحد شويه كبيره خصني نقصها بحال هكذا شويه من الجنب وغادا تجيني هي هذيك وما عجبنيش سي كو انه ما فيهاش دوك اللعيبات ديال السميطات كون كانوا كانت تجي مزيانه كنت غادي ندير لها شي سميطه وغادا تجي زوينه سو محلوله كيف ما قلت لكم بحال هكذا من الجنب اصلا جاتني زوينه مع هاد التوب نقدر نلبس معها شي لعبه موس الكحل اولا نلبسها بوحدها دابا انا شاده لحقاش هنا لرخيتها كتجيني عادي فوالا كنقدر نمشي ونتحرك بها عادي ولكن كنحسبها شويه على دونك داكشي علاش شاده هكا باش نوريكم كوم كوا كتجي ف يا اول حاجه غادي ندوزو لها رابع حاجه ولا خامس حاجه ما عقلتش اكزاكتومون وهي شي حاجه ديال سبور انا هذا غتكونوا شفتو عندي في انستغرام وكنتو سولتوني عليه وكنت قلت لكم كوم كو غادي نبينو لكم في واحد الفيديو اللي هي هذه ديال يونز هذا ليغينز ديال سبور كيف ما كتشوفوا ما عرفتش واش عرفتوهم ولكن التوب كان مشهور بزاف تيك توك كانوا دايرين عليه ليغينز اللي كيخلي لك الشكل ديال البودي ديالك كتبان زوينه دونك انا فاش شفتو في يونز قلت اي خصني نجربك دونك خديته على قبل لاسال فها هو كيفاش كيجي ورجليه طوال ومجموعين اكثر حاجه عجبتني وهي ان رجليه كيجوا لاصقين بزاف ما جانيش كاع عريض خديته في الاس ما عقلتش المهم نخلي لكم كاع لي ليان في الديسكريبسيون نخلي لكم حتى لي سايز في الديسكريبسيون والحاجه اللي زوينه فيه من اللور وهادشي علاش كان مشهور كاع وهو هم اللور كيفاش كيجي من اللور كيجي مجموع بحال هكذا من اللور هو ماشي كتلبسوه كيبقى بحال هكا لا بالعكس هو فاش كتلبسوه كيكون لاصق عليك وكيخلي لكم الشكل ديال البوني ديالكم كتبان زوينه فهادشي علاش تشهر وفاش شفتو قلت خصني ناخذو وما ندمش لحقاش خديتو لحقاش كيجي زوين بزاف في اللبسه كتقدروا تستايليهم اشحال من حاجه وكيجي زوين الحاجه اللي موراها هي الدريس وهاد الدريس من نهار خديتها عمرني قيسها دي اول مره غادي نقيسها معكم ولكن ما عرفتش كيفاش غادي تجيني ولكن انا جو بونس كو غادي تجيني زوينه لحقاش خديتها في الاكس اس دونك غتجيني لاصقه دونك يا
فهادي دريس عادي غنخلي لكم حتى هي التصويرتها كتجي هكا منمره. سو جايز دريس كتجي بحال هكا ما غتبانش لكم مزيان، كتبان لكم في اللبسه نقيتها لكم. الحاجه اللي غنقول لكم سي كو التوب ديالها كنت خايفه يكون كيبين، ولكن هو ما كيبينش، ما عرفتش واش كتشوفوا، المهم هو راه ما كيبينش. وكتجي لاصقه وتوبها بارد بزاف وقصيره بزاف، وفيها واحد ديتول زوين وهي انها من الوسط كتجي مجموعه حتى لتحت هكا ما غتبانش لكم. بلاتي نقيسها ونوريكم. عرفتش كيفاش كتجي في اللبسه؟ ما عرفتش واش غادي نقدر نلبسها ولا ما نقدرش نلبسها، ولكن هي طويله واحد شوي. هي ديال شي بارتي، ديال شي حاجه بحال هكا، ديال شي انيفيرسير، ماشي ديال انك تخرج للزنقه. لحقاش هي ماشي طويله بزاف وماشي قصيره بزاف، ولكن هي قصيره، هي نورمالمون قصيره. عرفتوا كيفاش كترجع لكم البودي ديالكم؟ تجي من هاد اللعبه ديال الوسط مقبوطه بزاف، وكتجي مجموعه كتخلي لكم البادي ديالكم كتبان زوينه. بالنسبه للبنات اللي عندهم الكرش، اكثر حاجه كنصحكم وهي تلبسوا هاد الكايند اوف دريس اللي كيكون فيهم هاد اللعبه بحال هكا، لحقاش كيكونوا هما اصلا ديجا من هنا مفخخين، دونك ما كيخلوش الكرش انها تبان لكم. هكا كيفاش كتجي الدريس، حبيتها بزاف ونبرت عش ما كيساش حاجه، ولكن المهم هي كتجي بحال هكا. واش زوينه ثاني سي كو ما نزلاش بزاف من الصدر. الحاجه اللي موراي وليتها هي دريس واللي كنت صورت لكم بها في سان فالونتان، تكونوا عرفتوها. غبغيت دابا نوريها لكم في الفيديو باش نخلي لكم اللين ديالها، لحقاش كنتو بزاف سولتوني عليه. هذه هي دريس، ما عرفتش واش نقيسها لكم دابا ولا لا، نقيسها لكم المهم بلاتي نوريكم. بعدا التوب ديالها، وهو التوب بحال الدان، هذا سميتو الدان، المهم ما عرفتش، ولكن التوب ديالها بحال هكا رطيطب وكتجي بسميطات عاديه، ما فيهاش انا ديبونج. بالنسبه للمرات اللي ما كيبغوش ديبونج، انا ما فيهاش ديبونج. كتجي محلوله من في الفخذ، من الجنب ديال الفخذ. من بعد جايز ما سالينا مينيونز، غادي ندوزو نيو شيك. نيو شيك خديت منو غا سنيكرز، خديت منو بوت، وخديت منو سايكان. انا غادي نوريكم، حاولت ناخذ بزاف جو سايكان على قبل لي ساش، على قبل باش نسقو مع هاد لي شوميز اللي كنت خديت في لا ديرنيغ فيديو اللي كنت وريتكم اول ديال فاشن نوفا. اول حاجه غادي نبداو هي السايكان. شوفوا جايز شحال كيوت هاد الساك اللي خديت. بالنسبه لهاد الساك فيه واحد ديتال زوين، وهو كيفاش كيتحل. دونك باش يتحل دابا هو علاش كنت نقول لكم دابا راه مسدود، دابا راه محلول، غنسدوبو. سو دابا هو مسدود، لا بغينا نحلو سي جوست كدورو هاد اللعبه بحال هكا كيتحل سهل. فوالا الشكل ديالو فاش كيتحل. اول حاجه فيه وهي هاد اللعيبه هنا، فيها واحد البتي جيب هنا، بتي جيب. هاد اللعيبه كنحط فيها لا كارت ديالي ولا كنحط فيها داك البسطام الصغير ديال لا كارت بونك او داكشي، كنحطو هنا لحقاش كيجيني ساهل انني ندير ليه هكا فهمتوا، ولكن ما كيطيحش لحقاش هو مسدود هكا فهمتوا. المهم سو من الداخل كبير، هادي ديك الميكا اللي كتكون وسط منه، في هنا اسباس كبير وفي هنا اسباس كبير، ولتحت فيه هاد اللعيبه، ماشي لتحت، الوسط فيه هاد اللعيبه بحال هكا، كتسد وكتعاود تحل سو لايك ذس، وكنعاودو نسدو. الساك هو ما صغير ما كبير، ولكن كيف ما بغيتو انا كيف ما جا كيجيني زوين. كنقدر نهزو بحال هكا في ايديا، كنقدر ندير ليه هكا، اولا كنقدر ثاني نحلو في خطره ونعلقو هكا. هو في كاع الحالات كيجي زوين. دونك ثاني ساك وهو اغرب ساك شفتو في حياتي، واللي كانت شر بزاف وكانوا كيحطوا في داكشي ديال الفينتاج وداكشي، فشفتو في نيوشي قلت غناخذك انت. فهو ساك فيه هاد اللعيبات ديال هادو، ماشي حديد، هادو بلاستيك ولكن دير بحال الحديد. هذا دابا جايز كيبان لكم صغيور لحقاش ما فيه حتى شي حاجه لداخل، ولكن الفو عمر كيولي الشكل ديالو زويون. سو هو ما فيهش سنسله، فيه غير واحد اللعيبه بحال هكا كتحل صافي، وكتعادو تسدوه هكا. المهم من الداخل فيه السميطه ديالو، بالنسبه لك كنت بغيت نحيد هاد السميطه وندير ليه هاد السميطه بحال هكا حتى هي كتجي كيوت. على حساب نتوما نتوما ولاشقات ليكم، ولكن انا كنفضل ندير هاد السميطه لحقاش الشكل ديالها زوين اكثر من هادي. كيتلبس مع شي حاجه فينتاج اولا لا بغيتو غتزيدو شي اكسسواريز بحال هكا اللبسه ديالكم كتقدروا تهزوه. ف ثاني ساك هو هذا، هذا خديته خصيصا باش نلبسو مع واحد جاكيت ديالي اللي حتى هي فيها هاد الفوغيغ من هنا في الماغون، ما عرفتش واش عرفتها، ولكن كنت وريتها لكم، كنت خديتها من بري ليرو ثينكس وكانت كيوت بزاف. دونك خديت هذا باش نبقى نهزو معاه، وجا زوين بزاف هكا ميمي وصغيور، وكيجي كلاسي واحد شويه كيتهز بحال هكا. هذا غير الشوفه ديالو كتعرفوا انه كيتهز في البرد، هو يتهز في الصيف عادي، ولكن المهم هاد ديتوز اللي فيها هكا كيخصو يتلبس مع شي فوغيغ في نفس لا كولور، كتجي زوين بزاف. الداخل الجلد الداخل حتى هو فريمون كبير كبير، صدمني ما كانش يسحب ليا كبير من الداخل، ولكن هو راه كبير من الداخل، وفيه داك الجويب اللي كيكون في كاع في كاع السراول، في كاع السراول، في كاع السكان. عاد فيه واحد الحاجه زوينه وهي فيه سلسله من هنا باش ما يطيحش لكم داكشي، ولكن في الاخر غيطيح لكم داكشي من هنا غير كانوا شي سوارت ولا شي حاجه. اي
كيجي تخو مني بحال هكا كيتهز. صافي حاجه خديتها وهي سنيكرز تقادو السكن، خديت 3 سكن من نيوشيك. دابا غادي ندوزو سنيكرز. شوفوا جايز شحال زوينه هاد السبرديله، انا عمرني ما خديت شي، ما عنديش زعما شي سبرديله فيها هاد الديتيلز بحال هكا كيبريو بحال المايا بحال هكا، وما عنديش فهاد لا كولور. فاش شفتها قلت حتى انت غادي ناخذك فيها البيستاشيو فيها البيض وفيها هاد الجولد بحال هكا، هذا جولد لا هذا فيه سيلفر. والحاجه اللي زوينه سي كو فيها جوج سوا كتعقدهم او ميم طون، فيها في البيض وفيها في الخضر. بالنسبه لبنات القصيرات كنصحكم تاخذوا بحال الجونك ديال السبرديلات اللي كيكونوا فيهم لي بلا من التحت كيخلوكم تبانوا طوال. اي فوالا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كيجي كيوت بزاف. سو اخر حاجه خديتها من نيوشيك واللي كنتو سولتوني عليها بزاف في انستغرام، وكنت صورت بها في انستغرام وقلت خصني ضروري ندخلها لكم في هاد لا فيديو، وهي خديت هاد البوتس من نيوشيك. ها هو كيجي طويل بزاف. غير تسولوني مالي خديتي مالك خديتي في هاد لا كولور. عندي بوتس طويل في الكحل، عندي بوتس طويل في الماغون. فاش شفت هاد لا كولور ما عرفتش اش عجبتني، وديجا انا عندي الموف بزاف حوايجي، فقلت علاش اللي ما ناخذوش. سو كيجي بحال هكا وكيجي واعر في اللبسه، كيجي فريمون طويل. انا هذا نحاول نخلي لكم شي صوره لابساه، عرفتوا كيجي طالع، كيجي طالع لي حتى الفخادي، وكنلبسو مع شي ليغينز في الكحل وشي حاجه موف من الفوق، كيجي واعر بزاف. وخايبه لكم بحال هكا وتقولوا بلي انا بحال دابا شي وحده تكون ضعيفه بحالي اولا زعما يكونوا ما عندهاش الفخاد. شور جايز كيتزيروا وكيخلوه يجوا قدكم. دونك بالنسبه للبنات اللي رجليهم اللي عندهم زعما الفخادات اولا اللي ما عندهمش، ايجيكم زوين وصافي. بالنسبه لهذا خديت لابوانت شوف جالو 39 جاتني هي هذيك، كنلبسو كنرتاح فيه ومرتاحه فيه فريمون بزاف، ما كيضرني في رجلي ما حتى شي حاجه، وسخون سخون بزاف. سو جايز نبقاو في البوتس طوال، بغيت نوريكم اشنو خديت من واحد لو سيت سميتو رايد. فوالا اشنو سميتو، سميتو رايد. خديت واحد البوت اللي طويل بزاف، وما عرفتش كيفاش غادي ندير لبسو، ما جاتش في بالي حتى شي ايدي كاع كيفاش غادي ندير لبسو. انا غنوريه لكم. احسن حاجه خديتها في حياتي في البوتس طوال وهو هذا. واكثر حاجه ثاني كنت باغا ناخذها وهي شي بوتس اولا شي طالون يكون هاد اللعيبه ديالو هكا مقمقمه، عرفتو كلاسي لواحد الدرجه ما يمكنش. وحتى لي طالون ديالو مرتاحه بزاف، يبان لكم كبير. هذا خديته في 39، علاش؟ لحقاش في البرد وفي الشتا كنلبس دالي با يكونوا غلاط اولا تقاشر يكونوا غلاط، فباش يجي قدي. ديما في البوتس حاولوا تاخذوا نمره كبر منكم باش لبستو شي حاجه غليظه من تحت ما يجيكمش مزير بزاف وترتاحوا فيه. وشوفوا عرفتوا شحال طويل، طلع شرجي الفوق ما عرفتش، ولكن نخلي لكم الموديل كيفاش لابساه. وفريمون كيجي واعر في اللبسه، ولكن ما عرفتش انا ما عادش نقدر نلبسه لحقاش فاش كتلبسوه كتبغوا غادي كتبقاو تسمعوا ديك تشك 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 هاد اللعيبات كيبقاو يلصقوا مع بعضياتهم، هذيك الرجل الاخر كتبقى تلصق مع هاد الرجل كيبقاو يديروا بحال هكا، عرفتوا داك الساونز ديالهم. هاد الطالون ديالهم ما رقيوقش، انا كنحاول نافيتا ناخذ شي حاجه اللي الطالون ديالها رقيوق لحقاش ما كنعرفش نمشي بها، ماشي ما كنعرفش نمشي، ما كنرتاحش وانا كنكون غاده به. دونك قلت ناخذ شي حاجه اللي الطالون ديالها عريض باش نرتاح في المشي، وفريمون كنت مرتاحه بزاف فاش تمشيت به. اخر حاجه غادي نوريها لكم في هاد الفيديو اللي هي خديتها من ريد، وخديت طالون ما جوج حوايج كلاسي خديتهم باش نلبسهم مع لي شوميز ديالي وباش نلبسهم في الستاج ديالي وداكشي. خديت طالون اللي تا هو فوالا جايز طالون اللي خديت، هذا طويل واحد شويه و طالون ديالو عريض باش نرتاح ثاني في المشيه، وكتبقاو تسمعوا ديك كتكون زوينه في هاد الديتاز من هاد الحله بحال هكا. وكيجي حتى هو مقمقم من القدام مقمقم. انا عمرني لبست هادو لحقاش باقيين يلاه وصلوني، وباقي يلاه غادي نستايليهم، ما يمكنش نلبسهم في المدرسه لحقاش هذا ماشي ديال المدرسه، هذا ديال ستاج ديال خدمه ديال شي حاجه بحال هكا، اولا ديال شي حاجه اللي غتكوني لابسه كلاسي بزاف غدا شي ايفيرمون لي كلاسي عاد نقدر نلبسو. ولكن الشكل ديالو كيوت بزاف. شوفوا سو جايز كانت هادي هي لا فان ديال لا فيديو، كانوا هادو هما الحوايج اللي وصلوني من شحال هادي وكنت باغا نوريو لكم. والحاجه اللي كنتو سولتوني عليها في انستغرام الاغلبيه ديال داكشي اللي كنتو سولتوني عليه جاوبتكم في هاد لا فيديو اللي كنت لبستو لكم في انستغرام. غنخلي لكم اللين ديال كاع هادشي في الديسكريبشن، وغنخلي لكم حتى اللين ديال كل ويب سايت الا كانت عجبكم شحال وبغيتو تاخدوها. نتلاقاو في نوتخ فيديو.